إذا مستمرون معكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية لتطورات أوضاع جبهة جنوب لبنان المساندة لغزة. هذه الجبهة التي أحالت ليل الأراضي المحتلة إلى نهار مع الاستهداف المتواصل للمقاومة الإسلامية في لبنان لمواقع الاحتلال والمستوطنات. هذا الاستهداف الذي توسع في الساعات الأخيرة إلى 60 كيلومترا. سيكون معنا في خلال هذه المساحة عدد من الضيوف سينضمون إلينا تباعا، كما يمكن أن يكون معنا عدد من مراسلي الميادين. نرحب بالعميد المتقاعد أكرم السريوي الخبير في الشؤون العسكرية والقانون الدولي معنا من بيروت، والخبير في الشؤون الإسرائيلية هاني أبو السباع سيكون معنا في خلال هذه التغطية من الخليل. نذكر بهذا العاجل الذي يرد الآن على شاشة الميادين عن وسائل الإعلام الإسرائيلية، 3 إصابات من جراء سقوط صواريخ شمال حيفا والجليل الأسفل، كما نورد لكم هذه المشاهد لحرائق في حيفا جراء استهداف حزب الله لحيفا لقاعدة رامات ديفيد تحديدا بصواريخ فادي 1 وفادي 2. إذن هذه المشاهد مشاهدينا هي مشاهد لحرائق اندلعت في حيفا جراء استهداف المقاومة الإسلامية في لبنان لمواقع في حيفا، نتحدث تحديدا عن قاعدة رامات ديفيد التي كانت قد صورت بالهدهد. وأثناء هذا المشهد أو هذه المشاهد أيضا نذكر بما ورد على شاشة الميادين عن المقاومة الإسلامية في العراق التي تقول استهدف مجاهدون هدفا حيويا في أراضينا المحتلة بالطيران المسير. أما الآن وعن مراسل الميادين في جنوب لبنان، فصلية صاروخية ثقيلة مجددا باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. إذن هذه المشاهد أو هذا المشهد بالتحديد هو لاندلاع حرائق في حيفا جراء استهداف المقاومة الإسلامية في لبنان لرامات ديفيد ومحيط حيفا. ونذكر مرة جديدة بما ورد عن مراسل الميادين في جنوب لبنان، صلية صاروخية ثقيلة مجددا باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. نتحدث إذن مشاهدينا عن عدة صليات صاروخية يتكرر إطلاقها من لبنان باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. وكان ورد عن وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن هناك 3 إصابات من جراء سقوط صواريخ شمال حيفا والجليل الأسفل. إذن هي وسائل إعلام إسرائيلية من تقول ذلك، بالرغم من أنه في المعتاد الإسرائيلي يعمد دائما إلى التكتم عن عدد قتلاه أو حتى عن إصاباته.
اللون هقليل كعبية تباش كعبية كف. عن منصة إعلامية إسرائيلية، صفارات إنذار في مناطق صناعية عدة قرب الحدود مع لبنان. ونحن نرى هذه المشاهد مشاهدينا، واللون هقليل أصوات الهلع الإسرائيلية في خلال بعض المشاهد. أيضا نذكر بأن وسائل إعلام إسرائيلية كانت في خلال ساعات الفجر تقول بأنه المستوطنين وجدوا بعض الملاجئ التي نزلوا إليها مغلقة. إذن لا استعدادات إسرائيلية لتلقي ضربة من قبل حزب الله في هذه المناطق تحديدا. ونحن نرى هذه المشاهد، نذكر ببعض العواجه التي كانت وردت في الساعة الأخيرة عن وسائل إعلام إسرائيلية. دوي انفجارات في منطقة نهاريا، كما تحدثت عن تسلل طائرة مجهولة إلى وادي عربة أيضا، وهجوم بالمسيرات قرب إيلات، وتسلل طائرات معادية كما قلنا إلى وادي عربة. أما صفارات الإنذار فكثيرا ما تدوي منذ ساعات الفجر الأولى حتى هذه الساعة في عدة مناطق، في أيضا في مطار رامون عند الحدود الفلسطينية المحتلة مع الأردن كانت تدوي خشية تسلل طائرات مسيرة. وأيضا كما نرى بأنه على ما يبدو إطلاق الصليات الصاروخية بشكل مكثف يتكرر من قبل المقاومة الإسلامية في لبنان، والآن تتجدد صفارات الإنذار في الكريوت وخليج حيفا. نتحدث عن توسيع نطاق إطلاق الصواريخ إلى 60 كيلو مترا من قبل المقاومة الإسلامية في لبنان.
كل يا موتين خي انا فالي مشو بالبيت الإسلامية في لبنان كانت قد صرحت بأنها استهدفت للمرة الثانية قاعدة ومطار رامات ديفيد بعشرات من الصواريخ من نوع فادي واحد وفادي اثنين بعد إعلانها عن الاستهداف الأول لهذه المنطقة تحديدا. وهي مشاهد لألسنة الدخان الأسود التي تتصاعد جراء استهداف المقاومة الإسلامية في لبنان لهذا الموقع. ولد أنا مروح هي الخبط أي مات إذا نجدد الترحيب بضيفنا العميد المتقاعد أكرم السريوي الخبير في الشؤون العسكرية والقانون الدولي معنا مباشرة من بيروت، كما أرحب بالخبير في الشؤون الإسرائيلية هاني أبو صباع معنا مباشرة من الخليل. أهلا بكما ضيفينا الكريمين. أبدأ معك سيادة العميد، أول ما يمكن استنتاجه بعد ما رأيناه في حيفا هو أن الإسرائيلي أخطأ في التقدير لجهة ما قد يقوم به حزب الله تحديدا في مواقع الاستهدافات، كيف تعلق على هذه النقطة تحديدا وما دلالتها؟ صباح الخير لك ولجميع المشاهدين ولضيفك الكريم. قد اليوم الذي نفذه حزب الله يحمل أكثر من دلالة، ليس دلالة واحدة. الدلالة الأولى طبعا هي ما تفضلت به وهو دحض الأكاذيب والادعاءات الإسرائيلية بأن إسرائيل نجحت في توجيه ضربة قاسمة لحزب الله وأن إسرائيل دمرت مراكز لحزب الله، وسمعنا هاجاري يتحدث الليلة الماضية عن أنه دمر أكثر من 400 منصة إطلاق صواريخ لحزب الله. هذا يعني بالفهم العسكري أنه دمر كل قدرات حزب الله، وها هي الصواريخ تنهمر بشكل غزير جدا يعني على كل العمق الإسرائيلي وتصل إلى أهم المراكز العسكرية الإسرائيلية وإلى عمق 60 كيلومتر يعني إلى شرق حيفا وأهم القواعد العسكرية الإسرائيلية رامات. يعني هذه القاعدة التي تحظى بحماية لا مثيل لها بكل الدفاعات أنواع الدفاعات الجوية وفيها أهم الطائرات، فيها ثلاث أسراب طائرات مقاتلة إضافة إلى ثلاثة أسراب استطلاع واستخبارات و يعني أربعة أسراب أيضا لوجستية. إذا هي من أهم القواعد ومن أهم الأهداف الاستراتيجية الأمريكية الإسرائيلية، وينجح حزب الله في الوصول إلى هذه القاعدة. إسرائيل فرضت طوقا أمنيا حول هذه القاعدة، منعت التصوير، منعت يعني بث أي صور للأضرار التي لحقت بالقاعدة، وحاولت أن تقول بأنها صدت معظم الصواريخ، لكن المشاهد التي تم تسريبها تؤكد أن الصواريخ سقطت في القاعدة وأن هناك نيران اشتعلت داخل القاعدة وهناك أضرار يعني كبيرة حصلت داخل القاعدة. النقطة الثانية المهمة يعني عندما عرض الهدهد واحد وهدهد اثنان
وصور قاعدة رامات. البعض اعتبر وعلق بأن هذا مجرد عمل دعائي سينمائي هوليودي وأن حزب الله يعني يقوم بجزء من حرب نفسية. ثم يتبين الآن أن هذا الكلام كله غير صحيح. التصوير كان حقيقيا وكان بمثابة بطاقة هدف، بمعنى أنه كان تحذيرا لاستهداف هذه القاعدة، وأن المقاومة فعلا يعني صورت هذه القاعدة وتدرك ماذا يوجد داخل هذه القاعدة، وأكدت اليوم أنها قادرة على ضرب هذه القاعدة. النقطة الثالثة المهمة أيضا هي أن البعض عندما يعني تم تصوير أيضا فيديو عماد أربعة وعرضت المقاومة لبعض صواريخها التي استخدمتها اليوم، يعني رجعت صواريخ من نوع فادي واحد وفادي اثنان، فادي واحد الذي يبلغ مداه 80 كيلومتر وهو من عيار 220 كيلومتر ورأس متفجر 200 كيلوغرام، فادي اثنين الذي يبلغ مداه 105 كيلومتر وهو من عيار 302 مليمتر. هذه رجمات صواريخ صناعة سورية، وهذه صواريخ كان قد تم استخدامها أصلا في عام 2006، يعني حزب الله حتى الآن لم يستخدم الصواريخ الدقيقة الحديثة واستخدم جزء من هذه الترسانة الموجودة لديه. وعندما تحدث يومها عندما عرض الفيديو البعض أيضا كان يعلق ويقول أن هذه المنشأة هي في سوريا وأنها يعني غير موجودة في لبنان وهي أيضا في إيران. وعندما نتحدث اليوم عن إطلاق هذه الصواريخ التي تم عرضها في ذاك الفيديو وهي بمدى 80 كيلومتر وتصل إلى عمق 60 كيلومتر في إسرائيل، هذا يؤكد أنها ليست لا في سوريا ولا حتى في شمال لبنان ولا في إيران، بل في جنوب لبنان وعلى مقربة من الحدود مع إسرائيل، وأنها قادرة على استهداف كل العمق الإسرائيلي. نعم. النقطة يعني الثالثة الرابعة المهمة هي أيضا يعني هذا الهلع، هذا الإرباك الشديد الذي نراه الآن داخل إسرائيل، أكان داخل صفوف الجيش أو كان داخل المستوطنين، هو مشهد غير معتاد. إسرائيل لم تعتاد على هذه المشاهد إطلاقا. إسرائيل كانت تروج أنها يعني آمنة وأنها قادرة على تصدي لكل قوى المقاومة، صواريخ المقاومة، مسيرات المقاومة، وها هي يعني اليوم في حالة إرباك شديد، في حالة رعب، الصواريخ تتساقط في عمق إسرائيل. النقطة الخامسة أيضا المهمة يعني التي أريد أن نشير إليها من ناحية عسكرية، أن حزب الله تعمد أن يستهدف قاعدة عسكرية ولم يقوم بقصف المدنيين وارتكاب. هذه النقطة تحديدا سنعود لنشرح بها أكثر بمعنى قواعد الاشتباك التي لا يزال يضع لها محددات معينة حزب الله بعد قليل. لكن أنقل بما أنه حدثتنا سيادة العميد عن معنى هذه العملية استراتيجية من قبل المقاومة الإسلامية، سأنقل النقطة المتعلقة بالتقديرات الإسرائيلية التي لم تكن دقيقة إليك الخبير في الشؤون الإسرائيلية هاني أبو السباع. إذن ما نراه مجددا كان يبدي بأنه أنطلق من العاجل الذي كان قبل قليل بأنه إعلام إسرائيلي يقول أكثر من 100,000 تلميذ لن يذهبوا إلى المدارس اليوم. هذا يعني بأنه إن كانت إسرائيل تريد إعادة سكان الشمال عبر فائض القوة التي كانت تحاول أن تستخدمه ولا سيما في الأيام الأخيرة بمجازرها في لبنان، الآن يمكن أن نعتبر بأنه إسرائيل سيكون فيها أعداد نزوح جديدة من مناطق أخرى منها من حيفا. هذا إلى أي حد يشير بأنه التقديرات الإسرائيلية العسكرية كانت غير دقيقة لعدة جهات وبعدة نقاط ومستويات؟ نعم، بداية صباح الخير لك ولضيفك الكريم. أهلا بك. فيما يتعلق بهذه الليلة من خلال المتابعة طوال الليل لوسائل يعني الإعلام العبرية وأيضا شبكة التواصل الاجتماعي، لاحظنا أن المستوطنين يتحدثون بأن 7 أكتوبر جديد، لكن هذه المرة يأتي من جنوب لبنان، بمعنى أن نتنياهو الذي ذهب بهذا التصعيد الخطير لمحاولة محو ما جرى في 7 أكتوبر من هزيمة استراتيجية للمنظومة الأمنية الإسرائيلية، يريد الآن يحقق نصر بعد عام تقريبا من هذه المواجهة، يجد نفسه أنه يغرق الشمال الآن داخل الملاجئ وفي خسارة وخسارة.
ما حصل هذه الليلة أن العدو ظن بتوجيه ضربة مؤلمة للمقاومة في لبنان أنه حيد القيادة العسكرية ومن إدارة المواجهة، لكن بعد أن تم يعني دفن الشهداء وبعد أن يعني عادت القيادة للعمل من جديد في سرعة يعني فائقة، لاحظنا أن شمال الإسرائيلي الآن يشتعل وأن مدى الصواريخ يتوسع، وبدلا أن نعيد نتنياهو وشاركه في ذلك بايدن الرئيس الأمريكي الذي انحاز بشكل كامل إلى يعني الرواية الإسرائيلية بأنه يجب إعادة سكان الشمال، لاحظنا أن سكان الشمال لم يعودوا، لا بل على العكس من ذلك مدينة حيفا هذه المدينة الاستراتيجية، وأعطي بعض المعلومات عن هذه المدينة، مدينة لديها يعني ميناء هو ميناء استراتيجي للاستيراد والتصدير، وأيضا فيها حاويات مهمة جدا، هذه حاويات الأمونيا، فيما لو تم استهداف جزء منها فإن العديد من السكان يعني آلاف سيكونوا تحت الخطر. القاعدة الجوية، وهناك يعني رمزية لقصف القاعدة الجوية، هذه القاعدة الجوية على الأغلب أن الطائرة التي قصفت الضاحية خرجت منها، فعندما يتم استهداف هذه القاعدة الجوية بمعنى أن حزب الله لديه القدرة على الرد وعلى الإيلام، ماذا يعني أن يدخل المستوطنون إلى الملاجئ؟ وبالمناسبة وجدنا أن الملاجئ غير جاهزة، وأن الجبهة الداخلية التي قالت تم إعداد آلاف الملاجئ في المدن، وأن هذه المنطقة أعلن عنها عبر وزير الدفاع الإسرائيلي هي عبارة عن منطقة الحرب الساخنة ومنطقة المواجهة الحالية، بمعنى على الجبهة الداخلية أن تكون مستعدة للمواجهة. لاحظنا أن الملاجئ غير جاهزة وغير مؤمنة، ولاحظنا أيضا أن حزب الله بعد أن يعني نشر صورة، والصورة تقاتل، منذ أن نشر حزب الله الصورة والرعب والخوف موجود، بمعنى أن هذه الصور حقيقية لا يمكن لأحد أن ينفيها، حتى الناطق باسم الجيش الإسرائيلي ذكر أنها صور حقيقية. الآن عندما يتم الاستهداف بهذه الدقة وبهذه الكثافة، يعني أن المرحلة الحرب دخلت مرحلة جديدة، وأهداف نتنياهو تداشت، وبدأت الآن نشوة الانتصار فيما يتعلق بالاستهدافات في بيروت تتلاشى، والضغط الشعبي الآن سيزيد. ماذا سيصنع نتنياهو للملايين الذين الآن في الملاجئ؟ على كل حال أستاذ هاني، سنعود نتحدث أكثر عن هذه المرحلة الجديدة بكل معطياتها بعد قليل، ونفصل فيها في خلال هذه الساعة من التغطية. قبل أن أنتقل إلى حسين السيد مراسل الميادين في جنوب لبنان لأستوضح منها أكثر كل المستجدات على جبهة الإسناد اللبنانية، أذكر بعاجل ورد على الشاشة قبل قليل، منصة إعلامية إسرائيلية تقول طائرتان مسيرتان على الأقل اخترقتا جنوب الجولان من العراق. وقبل كان هناك عاجل قبل ساعة تقريبا عن المقاومة الإسلامية في العراق في بيان مقتضب، وأخرجت الأرض أثقالها. إذن الآن إلى جبهة الإسناد اللبنانية، معك حسين السيد، أستطلع منك كل المعطيات خصوصا لجهة العاجل الأخير عن صلية جديدة من الصواريخ أطلقت من الجنوب اللبناني، تفضل. نعم فتون، نستطيع أن نقول أن المقاومة قلبت الطاولة على كل ادعاءات الاحتلال بعد ليلة مشتعلة هنا في جنوب لبنان من الغارات الإسرائيلية المكثفة ليلا ونهارا، وادعى الاحتلال أنه دمر خلالها مئات المنصات من الصواريخ للمقاومة التي كانت ستضرب مناطق في حيفا. اليوم الصواريخ لا تتوقف باتجاه حيفا، باتجاه الجليل الأسفل، صليات صاروخية مكثفة بذلك الاتجاه، إصابات مباشرة لمواقع عسكرية إسرائيلية في حيفا وفي شمال حيفا ومحيط هذه المدينة الإسرائيلية الساحلية التي تضرب للمرة الأولى منذ بداية المواجهات. نتحدث عن صلات صاروخية ثقيلة لم نشهدها من قبل، لم نعهدها من قبل، هذه الصواريخ الثقيلة التي تستخدم للمرة الأولى خلال هذه المواجهة، صحيح أنها استخدمت في السابق ولكن خلال هذه المواجهة تستخدم للمرة الأولى وتثبت فعاليتها، بالرغم من تطوير الاحتلال على مدى سنوات لأنظمة دفاعه الجوي بشكل كبير، لكنه لم يستطع حتى الآن صد هذه الصواريخ التي ضربت قواعد عسكرية إسرائيلية هامة. المقاومة حتى الآن تبنت عمليتان باتجاه رامود ديفيد في الجليل الأسفل على عمق نحو 50 كيلومترا، ضربتها بصواريخ فادي واحد وفادي اثنين التي يصل مداها ما بين 60 إلى 100 إلى أكثر من 100 كيلومتر. هذه الصواريخ التي ضربت القاعدة
أصابت القاعدة الإسرائيلية باعتراف وسائل الإعلام الإسرائيلية، ونحن نتحدث عن ضربات متنوعة لهذه القواعد العسكرية الإسرائيلية. الآن بيان جديد للمقاومة الإسلامية في لبنان. إذن ضربت المقاومة الإسلامية في لبنان مجمعات الصناعات العسكرية لشركة رافائيل المتخصصة بالوسائل والتجهيزات الإلكترونية والواقعة في منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا بعشرات الصواريخ من نوع فادي واحد وفادي اثنين والكاتيوشا، وذلك عند الساعة 6:30 من صباح هذا اليوم الواقع الأحد. إذن هذه الضربات تستمر من قبل المقاومة الإسلامية في الرد على المجزرة الوحشية التي ارتكبها الاحتلال في يومي الثلاثاء والأربعاء. ما المجزرة طبعا الهجوم الإلكتروني الذي نفذه الاحتلال. هذا هو إذن البيان الثالث باتجاه مجمعات شركة رافائيل العسكرية. نحن نعلم أن هذه الشركة هي الشركة المسؤولة عن تصنيع أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي، ولديها باع طويل في الصناعات العسكرية الإسرائيلية، وهي من أهم الشركات بطبيعة الحال الصناعية الإسرائيلية العسكرية. ضربتها إذن بصواريخ فادي واحد فادي اثنين وأيضا صواريخ الكاتيوشا. كان هنالك إطلاق لعدد كبير من الصواريخ للتغطية وتعمية وإغراق القبة الحديدية لتصل الصواريخ الأساسية إلى أهدافها على عمق كبير في شمال فلسطين المحتلة، أكثر من 60 كيلومترا نتحدث تقع هذه الأهداف العسكرية الإسرائيلية. وطبعا المطار الذي ضربته المقاومة الإسلامية في لبنان هو للمرة الأولى يضرب بطبيعة الحال، وهذا المطار يبعد نحو 50 كيلومترا، نتحدث عن مطار رامات ديفيد أيضا الذي ضربته بعمليتين. هذا فتون يحيلنا إلى الادعاءات الإسرائيلية المتكررة على مدى الأيام الماضية بأن الاحتلال من خلال هذه الضربات الوحشية الإلكترونية، الهجمات الإلكترونية التي نفذها على نطاق واسع من خلال عملية والمجزرة التي وقعت في ضاحية بيروت الجنوبية واستشهاد قادة مقاومين، ومن خلال ما تبعها من غارات مكثفة على مدى أيام باتجاه وديان وجبال ومرتفعات، لم يستطع الاحتلال إيقاف هذه الصواريخ التي تطلق ولا تزال. بالنسبة لصفارات الإنذار التي دوت، أعتقد أن المقاومة تبنت العملية الأخيرة عن الإطلاق الصواريخ التي كنا رصدناها، وبعدها كانت دوت صفارات الإنذار مجددا عند الساعة 7 تقريبا أيضا باتجاه حيفا والجليل الأسفل. إذن بانتظار توضح الصورة أكثر عما إذا كان هنالك استهداف جديد أيضا في محيط حيفا، لأنه على دفعات أطلقت هذه الصواريخ أو أن كل هذه الصواريخ أطلقت باتجاه نفس الهدف. نتحدث عن واقع جديد على الجبهة لم تشهده الجبهة من قبل. ردود المقاومة بدأت تأخذ منحا أكثر تصاعديا بشكل كبير وغير مسبوق على هذه الاعتداءات الإسرائيلية. كل شكر لك حسين السيد مراسل الميادين، كنت معنا مباشرة من جنوب لبنان. إذن نذكر الآن ببيان جديد، البيان الثالث لحزب الله، يقول في رد أولي على المجزرة الوحشية التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في مختلف المناطق اللبنانية يومي الثلاثاء والأربعاء، مجزرة البيجر وأجهزة اللاسلكي، قامت المقاومة الإسلامية بقصف مجمعات الصناعات العسكرية لشركة رافائيل المتخصصة بالوسائل والتجهيزات الإلكترونية والواقعة في منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا بعشرات الصواريخ من نوع فادي واحد وفادي اثنين والكاتيوشا، وذلك عند الساعة 6:30 من صباح هذا اليوم الأحد. مجددا عن حزب الله في البيان الثالث، في رد أولي على المجزرة الوحشية التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في مختلف المناطق اللبنانية يومي الثلاثاء والأربعاء، مجزرة البيجر وأجهزة اللاسلكي، قامت المقاومة الإسلامية بقصف مجمعات الصناعات العسكرية لشركة رافائيل المتخصصة بالوسائل والتجهيزات الإلكترونية والواقعة في منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا بعشرات الصواريخ من نوع فادي واحد وفادي اثنين والكاتيوشا، وذلك عند الساعة 6:30 من صباح هذا اليوم الأحد. انتهى هذا البيان. إذن مشاهدينا، أعود مجددا إليك سيادة العميد. هذا الاستهداف لهذه المنشأة الصناعية، في بيان يقول حزب الله بأنه رد على مجزرة البيجر والأجهزة اللاسلكية، شركة رافائيل المتخصصة بالوسائل والتجهيزات الإلكترونية، ماذا يعني؟
لا شك يعني معروف أن إسرائيل هي من قامت بعملية تفجير الأجهزة الإلكترونية الراديوية التي كان يمتلكها حزب الله البيجر، وطبيعي أن المسؤول الرئيسي عن هذا العمل يعني هي هذه مركز صناعات رافائيل المتخصص بصناعات الإلكترونية، والتي على الأرجح يعني وفق كل التحاليل الآن هناك تقديرات بأن إسرائيل هي من صنعت هذه الأجهزة، لأن تايوان تقول أنها لم تصنع هذه الأجهزة، ثم يتضح أن في أوروبا. لكن تماما يوحي هذا البيان بأنه حزب الله يقول من خلاله أنه هذه هي الشركة التي فخخت هذه الأجهزة والآن استهدفناها، يعني هذا له علاقة بالبعد الاستخباراتي عند حزب الله. نعم صحيح، يعني هذا يبدو أن التحقيقات في حزب الله قد توصلت إلى معلومات أكيدة حول كيفية وطريقة تفخيخ هذه الأجهزة، وأن هذه هي الشركة المسؤولة عن ذلك، إضافة طبعا إلى قاعدة الاستخبارات الأساسية 8200. وبالتالي استهداف هذه المراكز هو رد يعني مدروس ورد دقيق على ما قام به الإسرائيلي من إجرام. هناك نقطة مهمة في هذا الاستهداف، أكان من الناحية التقنية أولا، يعني بأنه استهداف للمصدر الذي تسبب بهذه الأضرار، والنقطة الثانية أن حزب الله حصر الرد بهدف عسكري ولم يستهدف المدنيين ولم يذهب إلى ارتكاب جرائم حرب كما فعلت إسرائيل، وهو يعني يؤكد أن هذه الجبهة هي ما زالت جبهة إسناد، وأنه لا يريد الحرب الشاملة كما يعني تحاول أن تروج أمريكا وإسرائيل. وبالتالي هناك ضوابط وهو ملتزم في استهداف القواعد العسكرية الإسرائيلية. هذا قرار حكيم، هذا قرار مدروس جدا، ويعني على قدر عالي من المسؤولية، وأيضا على قدر عالي من الأهمية. إذا ذهبت يعني إلى رمزية الاستهداف، أكان في مصانع رافائيل أو في قاعدة رامات، نحن لا ننسى أنه منذ عدة أيام وقف جالنت في هذه القاعدة تحديدا وأعلن بدء العملية الثانية أو المرحلة الثانية من عملية الحرب نحو لبنان. ثم خرج نتنياهو وتحدث وقال أن مرحلة تغيير خارطة الشرق الأوسط بدأت، وأنا أؤكد نعم هي تغيرت، مرحلة تغيير الشرق الأوسط بدأت، لكن ليس كما يشتهي نتنياهو، التغيير حصل. إسرائيل حقيقة خسرت بالمعنى الاستراتيجي هذه المعركة، ولا يستطيع نتنياهو ولا جالنت ترميم هذه الصورة. إسرائيل أخفقت في غزة إخفاقا شديدا، لم تعيد الأسرى، لم تقضي على حماس، لا تستطيع السيطرة على قطاع غزة، لا تستطيع تهجير الفلسطينيين، لا تستطيع تحقيق أي هدف، لم تنجح في إعادة المستوطنين إلى الشمال، لم تنجح ولن تنجح في فصل جبهة لبنان عن جبهة غزة. تحدث عن أنه سيغير الوضع في لبنان، وها هي الصواريخ تنهمر على إسرائيل. فقدت إسرائيل ليس فقط كما يقال قدرة الردع، نعم هي فقدت قدرة الردع، لكن فقدت شيئا أهم بكثير من ذلك. إسرائيل ترتكز بشكل أساسي على حماية أجوائها، على عنصر الأمن للمستوطنين والأمان الذين كانوا يشعرون حتى خلال أقصى الحروب العربية الإسرائيلية، كانوا يشعرون بأن أجواء إسرائيل محمية وأن لا شيء قادر على اختراق هذه الأجواء. واليوم نحن أمام مشهد آخر، هناك تحول كبير، هناك رعب داخل إسرائيل، وكما يقول الإسرائيليون لا يوجد مكان آمن داخل فلسطين المحتلة للإسرائيليين. ها هي الصواريخ تتساقط على أهم الأهداف العسكرية والأكثر حماية، وفي طيب. ذروة الاستنفار والاستعداد والجهوزية الإسرائيلية الأمريكية. طيب. نشرك أيضا في هذه النقطة الأستاذ هاني أبو من السباع، تركيز حزب الله على منشآت أمنية ومنشآت أيضا اقتصادية، بمعنى قواعد الاشتباك كيف يفهمها الإسرائيلي وهو الذي حاول كسرها بالتعدي على المدنيين في لبنان وباستهدافات من خلال مجزرتي البيجرز واللاسلكي ومن بعدها استهداف الضاحية. هناك عدة رسائل، أبرز هذه الرسائل عندما يتم استهداف مؤسسة عسكرية ومؤسسة أمنية، بمعنى أن حزب الله يحافظ على شرف وطهر السلاح
بأن هذا السلاح أعد لمواجهة عسكري مقابل عسكري، مؤسسة أمنية مقابل مؤسسة أمنية، ويسعى الحزب لتجنيب وتحييد المدنيين، إلا أن العدو بعد أن أوغل كان لابد من العقاب. الرسالة الثانية التي يعني تمت باستهداف هذه المنشأة الكبيرة والتي يعني متفرعة وهي تعتبر فخر الصناعة الإسرائيلية عندما يتم استهدافها، بمعنى أن هذه كل أغلب الظن أن هذه المؤسسة التي تم تفخيخ اللاسلكي فيها، فتم العقاب بمعنى استهدافها بصورة مباشرة. ثم نتنياهو قبل عام كان في هذه المؤسسة وأعلن قال أن الحرب القادمة يجب أن تكون عبارة عن كبسة، بمعنى إنهاء الحرب بضغطة زر، وهذا ما يعني يشير إلى أن الحرب القادمة هي حرب إلكترونية. نتنياهو الآن يعاقب، بمعنى هذه المؤسسة الآن تخرج عن الخدمة، فيها يتم تصنيع القبة الحديدية وهي صناعة إسرائيلية خالصة. أضف إلى ذلك هناك مستشارين أمريكان ومهندسين أمريكان في هذه المؤسسة، يتم تطوير سلاح حيث ثلاثي في هذه المؤسسة، بمعنى استهداف كان يعني كان مهما جدا في هذه المرحلة. هذه المؤسسة هي عبارة عن مؤسسة تصنيع وعبارة عن مؤسسة صيانة أيضا فيما يتعلق بالتكنولوجيا. أعتقد أن استهدافها من ناحية عسكرية مهم جدا ويشكل ضربة كبيرة. حزب الله يحاول تحييد يعني جبهة المدنيين، ومع ذلك العدو يسعى إلى جرح يعني المقاومة إلى هذا المربع، لأنه هذه النقطة، ضبط قواعد الاشتباك، يعني إصرار حزب الله حتى هذه الساعة بضبط قواعد الاشتباك بالرغم من أن الإسرائيلي يحاول أن يخرب هذه القواعد ليجر المنطقة إلى حرب أكبر وأوسع من خلال ذلك. هذا الضبط ماذا يتطلب؟ والآن كيف يفهمه الإسرائيلي تحديدا؟ ليس فقط بمعنى الرسائل التي وجهها حزب الله، بل في العقلية الإسرائيلية، بما أنه حضرتك خبير بالشؤون الإسرائيلية. نعم، أولا الصورة تقاتل. العدو حاول تسويق جيشه بأنه الأكثر أخلاقية في العالم، لكن بعد أن ارتكب العديد من المجازر سواء في هذه الحرب أو في حروب سابقة، فالجيش الإسرائيلي أعدم أسرى المصريين ويعدم الأسرى الفلسطينيين، ويقوم بقصف المقصوف في غزة وتدمير المدارس والمساكن، وأيضا في لبنان يتم استهداف المساكن والمركبات والأسواق، ويتم استهداف الضاحية الجنوبية. بمعنى الجيش الإسرائيلي حاول تسويق نفسه على أنه هو الجيش الأكثر أخلاقية في الشرق الأوسط أو في العالم. ظهرت هذه الحرب بعد أن بثت الصور لكل العالم أن هذا الجيش هو جيش مجرم، وأن هذه الدولة ليست دولة بينما هي عصابة. في المقابل حزب الله أثبت للعالم وأثبت المقاومة أيضا في غزة بأنها تقاتل جيش لجيش. نتنياهو يقتل ولا يقاتل الآن، يريد يعني أستخدم سلاح الطيران بارتكاب مجازر. أعتقد أن استهداف المقاومة للمؤسسات والمنشآت الأمنية والعسكرية والدبابات مركافة ثلاثة وأيضا كل النقاط العسكرية هي محافظة من حزب الله على طهر السلاح، بما أن هذا السلاح معد للأمور العسكرية ويسعى إلى تجنيب المدنيين الذي يسعى الاحتلال إلى أن يكون هو قود لهذه المعركة في محاولة لإخضاع المقاومة. أعتقد أن المقاومة ما زالت تملك زمام مبادرة، وهذه نقطة يعني نقطة ترتفع فيها يعني راية المقاومة على الاحتلال، بمعنى أن الاحتلال ما زال رغم بعد عام تقريبا ورغم هذه الجرائم الكبيرة بحق المدنيين لا زال يستهدف مؤسسات أمنية ومنشآت أمنية ويقصف الجنود والعساكر الموجودين في منطقة الشمال. طيب أيضا ربطا بهذا المحور قواعد الاشتباك سيادة عميد، أن يتوسع المدى الذي يستهدفه حزب الله إلى 60 كيلومترا، ماذا يعني بالنسبة لقواعد الاشتباك أولا، وثانيا بالمعنى الاستراتيجي كيف يمكن أن يفسر؟ يعني حزب الله كان ملتزما منذ بداية هذه الحرب بأن هذه حرب إسناد، وهي حرب مشاغلة للقوات الإسرائيلية الموجودة على الحدود الشمالية، وكان يهدف إلى منع الإسرائيلي من استخدام هذه القوات باتجاه المقاومة في غزة وزجهم في الحرب وتأمين الاحتياط الكامل واللازم للحرب على غزة، وبالتالي هو نجح في تحقيق هذا الهدف. لكن عندما بدأ الإسرائيلي يصعد ويهدد، كان لابد لحزب الله من أن يرد بنفس الطريقة، وأعلن السيد نصر الله أكثر من مرة أن التصعيد سيقابل بالتصعيد المناسب، ولكن ما زال حزب الله حريصا على يعني عدم توسع هذه الحرب، ليس خوفا من هذه الحرب ولا خوفا على رجال المقاومة، بل حرصا على المدنيين اللبنانيين، لأن حزب الله واقعي
ويدرك جيدا ويتعاطى بواقعية وحكمة وعقلانية مع هذه المعركة. هو يعني يستطيع الذهاب إلى الحرب الشاملة لكنه لا يريدها، لأنه يعلم أنها ستلحق أضرارا بالمدنيين اللبنانيين. صحيح هو قادر على إلحاق أضرار بالمدنيين الإسرائيليين وبإسرائيل وإلحاق أضرار كبيرة، لكنه يحاول تجنب أن يلحق أي ضرر بالمواطنين المدنيين اللبنانيين. لذلك حافظ على ضوابط وقواعد الاشتباك. الإسرائيلي عاجز يعني في الحقيقة، لنكون صريحين أكثر، المقاومة ليست جيشا تقليديا لديها يعني مراكز موجودة ومعروفة فوق الأرض وتجمعات وثكنات عسكرية وآليات، ليست بهذه الطريقة. هي تقاتل بنوع الحرب اللامتماثلة، أي حرب المقاومة، وهي من أهم نقاط حرب المقاومة أن تدرس العدو جيدا، أن تعرف نقاط قوة العدو ونقاط ضعف العدو. وبالتالي المقاومة تعلم جيدا أن لدى العدو سلاح طيران متفوق جدا، وأنها مجهزة بأحدث الأسلحة الأمريكية، أحدث الطائرات، أحدث القذائف الخارقة للحصون. لذلك عمدت إلى جانبين. أولا الجانب لما يسمى في العلم العسكري الدفاع السلبي، أي الدفاع السلبي أي أن تحمي عناصرك وسلاحك من أي هجمات للعدو وتمنع العدو. طب هذه النقطة تحديدا العسكرية. هذه النقطة تحديدا التي أسميتها بعلم العسكرة بأنها تصنف ضمن إطار الدفاع السلبي، إلى أي حد تستنزف الإسرائيلي الذي يحاول أن يتبع أسلوب الهجوم؟ لأنه كما نعلم في علم العسكرة من يحاول أن يتبع أسلوب الهجوم في مثل هذه الحروب هو من يستنزف أكثر، أليس كذلك؟ نعم صحيح كلامك 100%. يعني وأنا أريد أن أفصل أكثر في هذه النقطة. يعني عندما أنشأت المقاومة بنى تحتية، أكان في غزة أو في لبنان، يعني نحن نعلم أن هناك أنفاق وهناك منشآت تحت الأرض وبالتالي هي محمية. حتى في غزة المقاومة ما زالت محمية بشكل كبير جدا وقادرة على إدارة المعركة، وهناك قيادة وسيطرة كاملة على المعركة. في لبنان الأمر أكثر تفوقا وأكثر يعني تقنية، لأن الإمكانات أكثر في لبنان كانت، وبالتالي المقاومة قادرة نعم على حماية نفسها من كل استهدافات العدو. والدليل أن كل ما قام به الإسرائيلي في الأيام الأخيرة 100 غارة و200 غارة وكل ذلك، ثم في اليوم التالي تنهمر الصواريخ على إسرائيل، هذا نعم يستنزف قدرات إسرائيل. أولا بالغارات التي لا طائل منها ولا فائدة منها ولا تدمر أي شيء سوى بعض يعني المنصات المتروكة من قبل المقاومة. ثانيا هناك عامل آخر، يعني الإسرائيلي موجود في مراكز معروفة مرئية بالعين المجردة، قواعد عسكرية من رامات إلى غير رامات، إلى كل قواعده العسكرية ومنشآته العسكرية ومصانعه، هو موجود دائما في هذه الأماكن المعروفة للمقاومة والقادر على استهدافها في أي وقت، وبالتالي هو مضطر أن يكون مستعدا ويعني مستنفرا 24 ساعة على 24 ساعة، هو لا يستطيع أن يستريح لدقيقة واحدة، الجندي في حالة توتر دائم، بينما الفارق آخر يعني عناصر المقاومة هم يرتاحون ويختارون الوقت المناسب والمكان المناسب لتنفيذ عمليات الرد والهجوم على المراكز الإسرائيلية. وهذا يعطي المقاومة في لبنان وفي كل دول العالم، هذا هو المبدأ، يعطي المقاومة أفضلية على الجيوش التقليدية. وهذا ما تفعله المقاومة. نعم هي تستنزف الإسرائيلي في العتاد، في الذخيرة، وفي المعنويات، وفي الأعصاب، في حرب الأعصاب، يعني التوتر الدائم الذي يعيشه الجندي في المواقع الإسرائيلية. كانت هناك آلية أصيب أحد المراكز الإسرائيلية، أصيبت آلية كانت تحترق أكثر من نصف ساعة تحترق الآلية، لم يجرؤ جندي واحد على الخروج من المخبأ لإطفاء الآلية وهي تحترق. هنا دخلنا إذن إلى عنصر الحرب النفسية وما يقوم بها المحتل الإسرائيلي دائما هو محاولة إخفاء عدد الجرحى، عدد القتلى، أن لا يري أحد ما الذي حصل جراء أي استهداف يصيبه فعلا من قبل المقاومة، سواء في غزة أو المقاومة الإسلامية في لبنان أو حتى المقاومة العراقية أو القوات المسلحة اليمنية. وهنا أذكر بالعاجل الذي ورد قبل قليل
على شاشة الميادين عن منصة إعلامية إسرائيلية منازل بأكملها تحترق في كريات بياليك والمنطقة المحيطة بها. وأنقل هذه النقطة لك أستاذ هاني أبو استباع. التستر الإسرائيلي بالرغم منه الآن تتكشف بعض المعلومات أكثر فأكثر منها العاجل الذي أشرت إليه، كيف تعلق على هذه النقطة في إطار أيضا الحرب النفسية التي يحاول أن يحيطها الإسرائيلي من خلال التكتم؟ نعم، منذ اندلاع المواجهة والعدو يحاول فرض رقابة عسكرية شاملة على مجريات الأحداث ويمنع نشر صور من مكان العمليات، إلا أن المقاومة في العديد من هذه المواجهات بثت صورا لآليات تحترق ولجنود يعني يؤسروا. هذا ما حدث في قطاع غزة عندما نلاحظ أن كل عملية يتم استهداف فيها الجنود ويعني دبابات يتم تصويرها، الصورة تقاتل، الصورة ترفع معنويات الجنود. وأيضا في المقابل نلاحظ أن الجيش الإسرائيلي بدأ يتهرب من ساعات المواجهة. يدعو تحرنوت في شهر أبريل من هذا العام ذكرت أن 8 جنود قاموا بإطلاق النيران على أرجلهم حتى لا يذهبوا إلى قطاع غزة، لا يذهبوا إلى المواجهة. هذا لم يذكره الإعلام العبري والرقابة، بينما بعد تحقيقات وصلوا إلى المشافي تم تصويرهم في المشافي خلسة. فالجيش الإسرائيلي يفرض رقابة كبيرة، وإلا ماذا يعني أن يقال أن 60 ألف هناك أصيبوا بعاهات وخرجوا عن الخدمة، 714 جندي قتلوا في قطاع غزة، هل هذا العدد من الجنود الإسرائيليين فقط أم من المرتزقة؟ هناك آلاف من المرتزقة ذهبوا إلى الحرب ولم يعودوا ولم يعلن الجيش الإسرائيلي عنهم. يدعو تحرنوت قالت أن 10 آلاف مصاب هو الذي يعترف بهم الجيش الإسرائيلي خرجوا من الخدمة. وفيما يتعلق بالكشف الرقابة العسكرية، كيف للرقابة العسكرية أن تخبر ماذا فعلت صواريخ حزب الله في الشمال؟ إذا كشفت ماذا فعلت صواريخ حزب الله فإن السكان لن يعودوا. رئيس بلدية كريات شمونة قال في مقابلة على القناة الثانية قال بأن 3 آلاف من سكان كريات شمونة ذهبوا إلى اليونان وسروا منازل ولن يعودوا. ثم بعد أن حدد حزب الله بالرد على فؤاد شكر قالت بلدية تل أبيب بأن الفنادق أصبحت فارغة، المستوطنين الذين استأجروا فنادق في يافا خرجوا إلى إيلات بلا عودة. بمعنى الصورة تقاتل والعدو يحاول أن يفرض رقابة عسكرية، لأنه إذا ظهرت حجم الخسائر الكبيرة فإن الاحتلال سيصاب بصدمة كبيرة. ومع ذلك الآن نلاحظ أن الصور الآن مع هذا الهجوم الكبير من حزب الله وبعد أن حمي الوطيس وبعد أن تكلم الجبال وخرجت الصواريخ الثقيلة أصبح لا مفر من يعني تسريب بعض الصور. ونجم داوود الحمراء تقول بأن عدد الإصابات حتى هذه اللحظة وصل إلى 6 وأنها انهارت مراكزها بسبب طلبات المساعدة. والجبهة الداخلية الآن تعترف بأن بعض الملاجئ لم تكن محصنة. هناك رقابة عسكرية كبيرة لكن مع الأيام يعني وبعد انتهاء الحرب ستشكل لجان تحقيق وسنرى جميعا كم حجم الخسائر التي تلقاها العدو. يوجد رقابة عسكرية وبناء على الشيء مقتضاه بناء على ما قلت، أي مرحلة الآن كمرحلة جديدة سيعيشها الكيان؟ نعم، الآن فيما يتعلق بالشمال الملاحظ أن تقريبا 2.5 مليون في الملاجئ وقرابة 100 ألف ذهبوا إلى إيلات ومنطقة اللقب. تم استدعاء 100 سائق حافلات لنقل يعني منطقة طبرية لأنها أصبحت الآن دخلت على خط المواجهة. هناك صواريخ سقطت في مرج بني عامر، بمعنى كل الشمال الآن أصبح خارج عن الخدمة ولا يوجد تعليم ولا يوجد اقتصاد ولا يوجد مؤسسات. معظم 20% من مؤسسات الدولة موجودة في منطقة حيفا، الميناء والجمرك والصناعات والصناعات الجوية والمطارات والثقل السكاني. وهذه المؤسسات منذ حيفا لها رمزية كبيرة، لأن الاحتلال عندما بدأ في احتلال فلسطين انطلق من مدينة حيفا وبدأ السلاح يأتي إليه من الغرب عن طريق حيفا. فحيفا هي عبارة عن خط متقدم. عندما يتم استهداف مدينة حيفا فنعلم ان الكيان الان في حاله يعني هوس كبير، واعتقد اننا الان سيقوم برد كبير عبر استخدام الطيران بعد هذا الاستهداف. ومع ذلك هو الان لم يصمد المستوطنون في الملاجئ لفتره طويله، تعودوا على الرفاهيه، واعتقد ان هذا القصد من حزب الله سيشكل عاملا اخرا على هجره المستوطنين الى اوروبا والى منطقه روسيا والى امريكا. بمعنى ان أهداف نتنياهو بمعنى إعادة الشمال لا بل جاءت عكسية، جعلت الدولة يعني يهرب المستوطنون بلا رجعة. أعتقد أن هذا الهجوم الكبير من حزب الله جعل إسرائيل أقرب إلى الفناء من البقاء.
طيب أيضا ما نتحدث عن هذه المرحلة الجديدة، أريد أن أسألك سيادة العميد عن معناها، يعني ما بعد مجزرتي اللاسلكي والبيجرز، دخلت الحرب ما بين حزب الله وما بين الإسرائيلي مرحلة جديدة، معالم هذه المرحلة بعد ما يقوم به أيضا الآن حزب الله في إطار هذه الردود، وهو يتحدث عن ردود أولية حتى هذه الساعة، يعني لا تفصيلات أكثر في إلى أين يمكن أن تذهب هذه الردود؟ نعم، لا شك يعني ما قام به الإسرائيلي نقل الحرب إلى مستوى آخر وإلى وسائل وطرق أخرى يعني لم تكن معتادة أصلا في العالم. هي المرة الأولى في تاريخ البشرية التي تعمد دولة إلى هذا العمل الإرهابي واستخدام وسائل مخصصة للاستعمال المدني وتحولها إلى وسائل قتال ووسائل قتل. هذه مخالفة فاضحة أولا للقانون الدولي واتفاقية عام 1980 التي تمنع أصلا استخدام الأفخاخ والألغام وتفخيخ أي شيء خاصة المضاد للأفراد. هناك حظر دولي على هذا الأمر، وأعتقد يعني ما قاله المندوبين في جلسة مجلس الأمن وما قاله الأمين العام للأمم المتحدة ومطالبته ومناشدته بتحييد كل الوسائل المخصصة للاستخدام السلمي وعدم استخدامها كوسائل للقتل والحرب، هو إدانة صريحة من المجتمع الدولي لما قامت به إسرائيل. والبعض يتحدث أن ما قامت به إسرائيل يرقى إلى جريمة حرب، وليس يرقى إلى جريمة حرب، هو أقصى درجات جرائم الحرب. يعني هذا أقصى مستوى ممكن أن يذهب إليه. اليوم يفخخون أجهزة مخصصة للاستخدام المدني، غدا قد يفخخون الأقلام، ثم قد يفخخون لا نعرف ماذا. إذا بدأت المعركة بهذا الإرهاب التكنولوجي، نحن في مرحلة الإرهاب التكنولوجي التي افتتحت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية عصره، وبالتالي بات خطرا على الأمن والسلام الدوليين. إسرائيل أصبحت تشكل بؤرة خطر ليس فقط على لبنان أو على المقاومة في لبنان أو على المقاومة في فلسطين المحتلة. إسرائيل بما تقوم به الآن تشكل خطرا على الأمن والسلم الدوليين، خاصة أنها يعني إذا كانت هذه الأجهزة خرجت أو صنعت في تايوان أو صنعت في أوروبا، إذن هي أيضا انتهكت سيادة هذه الدول عندما دخلت إلى مصانع هذه الدول وفخخت هذه الأجهزة بها. أو إذا كانت اعترضت يعني سلاسل التوريد، إذن هناك عمل إرهابي لا يمكن تبريره. هناك نقطة أخرى أريد أن أشير إليها بعجالة يعني لو سمحت، تفضل. في موضوع الحرب النفسية، يعني تحدث السيد نصر الله عن نقطة مهمة جدا 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 في خطابه الأخير، وقال هؤلاء الأغبياء في إسرائيل لا يفهمون إيديولوجية المقاومة وطريقة التفكير داخل المقاومة، ويحاولون زعزعة يعني البنية الأساسية للمقاومة لكنهم لن ينجحوا في ذلك. هذه هي الحقيقة. إذا نظرنا إلى طريقة تفكير رجال المقاومة، المقاومة تزف الشهداء، البيئة المقاومة تثق ثقة عمياء بقيادتها، والإسرائيلي يقيس على المستوطنين الذين يظهرون كل يوم ويقولون نتنياهو يكذب، جالنت يكذب، يعني الجيش يكذب على الإسرائيليين، يقولون أن نتنياهو يخدم مصالحه الشخصية وليس مصالح إسرائيل. الفارق كبير جدا، الفارق كبير جدا 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 في موضوع الثقة، في موضوع القيادة، في موضوع الارتباط والإيديولوجيا وطريقة التفكير. نعم، وصلت الفكرة سيادة العميد. كل الشكر لك العميد المتقاعد أكرم سريوي الخبير في الشؤون العسكرية والقانون الدولي، كنت معنا مباشرة من بيروت. الشكر موصول لك الخبير في الشؤون الإسرائيلية هاني أبو صباع، كنت معنا مباشرة من الخليل. ونختم هذه التغطية لهذه الساعة مشاهدينا بما يلخصه الواقع عن مشاهد ما يقول عنه أو منصة إعلامية إسرائيلية تقول عنه بأنه منازل بأكملها تحترق في كريات بياليك والمنطقة المحيطة بها. إذن هذه هي المشاهد لاحتراق هذه المنازل. كان
ما يمكن